مصطفى الجليتي عضو اتحاد كتاب المغرب، سعيد جدا أن أكون في هذه اللحظة في أجواء الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى وما أحوجنا إلى الموسيقى كغذاء للروح، لا سيما وأن الحفل الذي احتضنه المركز الثقافي بالقنيطرة جمع نخبة من الفنانين المحليين وهم يقومون بتقديم ألوان من الأغنية العربية المشرقية والأغنية المغربية. فيما يتعلق بنشاط الخاص الذي سبق أن عشناه في المؤسسة التي أشارت إليه الأستاذة سابقا، وهو علاقة السرد الروائي بالسرد السينمائي، وقد أنجز المخرج المغربي هشام الركراكي قصة بعنوان تحية العالم، وهي من مجموعة 66 كشيفة، حيث قام بإخراجها وقد لقيت إقبالا جميلا عند الجمهور الذي كان حاضرا، لا سيما أن هناك صياغة جمالية سينمائية أضافت على النص الأدبي متعة خاصة. الإنسان في حياتنا ما أحوجه في أن يتفتح على ألوان من الجمال والفن الذي يعطيه الكثير من القوة لكي يمارس هذه الحياة التي ليست صعبة بالأساس، ولكن الفن والجمال قادر على أن يخلق متخيلات، هذه المتخيلات نعيشها بجوارحنا وبوجداننا وتكون عندنا شهية السؤال وشهية ممارسة الحياة. وشكرا.